هاد نقلع المعيطشه تبارك الله مزيانه، هاد المعيطشه مزيانه للبرد، مزيانه للتجميل، مزيانه للعصاب، يعني المعيطشه زوينه بزاف تبارك الله. هي كاين عندي معيطشة زوينة فيها فوائد كثيرة تبارك الله، مزيانة البرودة، مزيانة العصب، مزيانة التجميل. بسم الله. يدار منها الزيت يعني التجميل، ما كتخليش حب الشباب تبارك الله. تبارك الله البنات، راه دغا يعني دغا كتنبت، دغا كتولي عندك في الدار، غتجيبي غير شويه ديال التراب اوكي، واخا ما كانش عندك في الدار غادي تشريها، راه كتباع هكا نبته في السوق، ولا كانت نايضة عند شي جيران ولا شنو كتعطوك منها. مزيان ديريها زيت، يعني كتصوبوها زيت، كتبقى ديروا بها مساج، مزيانه للتجميل، مزيانه للبروده، مزيانه للعصب، ما كتخلي زعما زوينه تبارك الله، فيها فوائد كثيره. يعني اللي يعرف المعيطشه علاش كتصلح ما يحيدهاش من الدار، يخليها ديما تصفى. سمح لي البنات، نحت كنصور غير بوحدي، ما كاينش اللي شد ليا التليفون، غادي ان شاء الله نقلع معيطشه ونشاركها معكم. تبارك الله، انا حيت هاد الكميه نزل واحد الجهه اخرى مازال محيتش فيها راها، ودابا هاد المعيطشه دابا ملي قلعت منها هاد حيت هاد المعيطشه هادي، شوفوا شحال طيح فيها هنايا، ما خصناش نخليوها تضيع. دابا انايا زبرتها، يعني زبرتها هي حيت هادو، هاد العويدات كاملين حيدتهم بالمقص، شفتو قطعهم بالمقص هاهم صافي. دابا غادي تاني يعني تاني نغرسهم، كنحيد هاد الوراق اللي كاين هنا كامل، هاد الوراق غنحيدو ها هو. صافي ملي حيت هاد الوراق كامل، هادو يلا غرستهم، هادو كنشد هادي باش نكمل معاكم ولا شفتو. صافي كنورك عليه هكا تسخن مزيان، ها
نشد هاد العريش الاخر ثاني، هاكا كندير ليها كامله هاد المعيشه كامله غندير ليها هكا. هي تبارك الله هاد الشتر اللي خليته راه حتى هاد الضغا كيولي فيه، وهادي حتى هي هنا كنغص فيها كامله. اتصلت انا عير واحد المراه الله يذكرها بالخير الله يرحم ليها الوالدين، كنورك مزيان سي دخل داك خصت جدر يعني نديرو هكا في التراب كنغرسو الجدر مزيان. هي شتوها شتي دابا انا غرستها هذا صندوق كبير ومعمره تراب يعني، وكندير فيه كل غرس تبارك الله. صافي دابا ملي تنغرس هاد المعيشة كاملة غادي نسقيها صافي، وكتشد تبارك الله وكتشد. دير واحد هنا سمحوا لي صافي، البنات دابا هنايا حيت منها هذاك داك الورق البنات كامل اللي فيه حيدتو بالمقص، بقي غير شويه صافي. هنا كاينه زريت الكتان، هادي هي زريت الكتان، هاهي مزرعها تبارك الله. دابا نشارك معكم شنو كنصيب بيها، هاهي دايرها مع محلق ديال الورد، هي هادي زريت الكتان. صافي غنمشيو للجهه الاخرى دابا باش ناخذو ثاني معيطشه. كاينه الشميشه تبارك الله الله يرحمنا يا ربي. ايوا البنات صافي هذه هي الكميه اللي كلات، بركه مازال كاين عندي في الجردل تحت نحب قد ديرهم في الدار. تبارك الله نحب قد ديرهم في الدار، وكاين اللي بغيت شي حاجه تنو نقلع منهم تيفرحوني تبارك الله. هكا يكون عندكم الغرس في الدار يعني ديروا الحباق ديروا معيطشه النعناع كلشي تبارك الله كيكون زوين. هنا كاين الحباق ها هو دابا البنات كنغسل هاد المعيطشه اللي قلعت قدامكم كنغسلها وكن يعني كنشمشها وكنخليه معايا اللي بغيتها في الدار يعني الا بغيت نديرها في اتاي نديرها، الا بغيت نديرها غير بوحدها مع يعني مع النافع ومع زريعه الكتان ومع العشب كلشي تاني كتكون زوينه بين نشربوها بوحدها تاني زوينه بزاف مزيانه البروده مزيانه
لاي حاجه مزيانه تبارك الله، مزيانه لحب الشباب، مزيانه للتجاعيد، كنديروا منها الزيت ديال التجميل. ان شاء الله غنشاركوا معكم كيفاش كنصايب منها الزيت ديال التجميل، وتنكرمها هكا وكنخليوها في الدار، يعني زوينه بزاف، مزيانه للرواح، مزيانه للبروده، مزيانه للمساج، تنديروها مساج زيت وكنبقاو نديرو بيه مساج زوينه للبروده، ما كتخليش يعني مزيانه للعصب بزاف حتى هو. دابا تناخد الماء باش تنغسل هاد المعيشه، نغسلو مزيان ونحطوها في شي شبكة ديال يعني ديال الصابون، شبكة كبيرة، ونخليوها كتسكتر، يعني خصنا نسكتروها مزيان. عادة كنديرو بها لبغينا نديرو بها الزيت، الزيت ديالها زوين تبارك الله، كيليق للجميل، مكيخليش التجاعيد، مكيخلي إلى حب الشباب، مكيخلي حتى شي حاجة في الوجه تبارك الله. وهي بوحدها الا بغينا هكايا نصايبوها ماسك لوجهنا راها زوينه بزاف، تنطحنوها هكا في المونينيكس. ان شاء الله غنشارك معكم شنو غنصايب بها. ما عندي لا الى جردة لا والو، عندي غير الصباح ودايره فيه هاد المحابق تبارك الله، يعني وكت حتى لا نبغي شي حاجه حكايا زوينه حتى كنغرسها ونولي كنديرها في الطاري. نغسلو مزيان من التراب من الغبره، نحيدو منها هاد العواد اللي كارمين هاد المعيشه اللي هكايا، ما خصناش نخليوها، نخليو غير الورقه الخضراء صافي. يعني الا بغينا نكرموها كنكرموها في الظل، كتكرم وكتبقى خضراء، ماشي تكرم وتولي بحال هكا، لا كتكرم وكتبقى خضراء، كتبقى زوينه. راه تبارك الله البنات، يعني الا بغيتو ديروها يعني في المحابط راه عافية النافذة في السرجم داك في الكوزينة كتولي. تبارك الله مشيت عند الناس عطات ليا واحد المرا تبارك الله شي عامين دابا ولا 3 سنين دابا، باش واش عطات ليا، باش عطات ليا هاد المرا، وليت يعني يعني عندي في الدار اللي بغيتها تصايبه بها، وما الفا لا بغيتها كنشريها من السوق، حتى هي كتباع في السوق راه كاينه موجوده، كتاخدي عاوتاني نبته من السوق وكتزرعيها، يعني كتجيبيها في الحبق ديالها في المحيبق ديالها وكتخليها تسقيها، بغيتي تحوليها باش يعني تعطي مزيان كتحوليها ديري شي حاجه كبيره صندوق ولا محبق كبير ولا شنو كتزرعيها فيه كتولي كتعطيك مزيان، كتصعد تحطها كل يعني كل سيمانة تسقيها وكتولي دغيا. دابا بعد ما غسلت هاد المعيشة درتها في هاد الخنيشات اللي كنجيبو فيهم الليمون، كنجيبو فيهم بصلة، مغسولة مزيان، درتها من هنايا تتسقطر مزيان من الماء، مازال كاين الماء فيها. عاد ان شاء الله غنفرش ليها شي زار كبير ونفرش يعني ونخليها نفرشو ليها ونخليها تتسقطر من الماء، عاد نقضي بها داكشي اللي باغا نصيبو ان شاء الله نشاركو معاكم. دابا فرشت ليها هادي، صافي غندير هاد المنديل، يعني فحال صفاية،
خلينا تقصق طرات يعني من الماء، وثاني باقي فيها الماء غنديروها هنا فوق هاد الطاولة. درتها فوق هاد الخشبة وخليتها هنا، غنخليها هاد الساعة تسقطر مزيان، نديرها بحال هكا يعني باش تبقى نقية. غنخليها هكايا شي ساعه ولا شنو صافي، وكنحيدها من السطح يعني حنا ما بغيناهاش تبقى للشمس. غنكرمو اللي غنخليوه منها، غنكرمو في الظل عفوا، اللي غنخليوه منها غنكرمو في الظل، واللي غادي نشاركو معاكم شنو غنصيب بيه انتم غتشوفوني شنو غنصوب بيه ان شاء الله. دابا بعد ما خلينا معيد الشتا كتنشف صافي، دابا غنقرض هذا غسلتها مزيان ونشفتها قدامكم شاركتها معكم. دابا غادي نوريكم شنو غنشارك معكم واش غندير بها. دابا كنقرض فيها، خص نقرضها في حربي ان شاء الله، غنوريكم شنو غنصوب بها. تكرت مزيان داك الجهد ديالها كاع يخرج في الزيت، غنديرها ان شاء الله في الزيت. هذه غنخدموا بها يعني التميل الوجه، اللي بغى يديرها لوجهه تحيد حب الشباب، كتحيد الكلف، كتحيد التجاعيد، مزيانه بزاف. كنكونوا غاسلين قرعه مزيان ومنشفينها ومعقمينها مزيان، هي اللي غندير فيها هاد المعيشة. كنكونوا غاسلين هاكا قرعة مزيان ومعقمينها قنينة. مازال غنزيد، دابا قرط عاوتاني ديرو بها مساج يعني البلاصه اللي كتكون تعقرنا بحال ركابي، بحال اللي كيضروا ركابي اللي يضروا ظهرو مزيان مزيان. هاد الزيت ديال معيطشه دابا ملي قرت هاد المعيطشة هاد القدر ديالها، اللي بغى ما يقرطهاش كاع بغى يديرها هكايا، ولا بغيتو ترقدوها يعني في الزيت بلا ما طيبوها، كتخليوها 40 يوم وهي في شي بلاصه مدرقه على الشمس ما تتبانش للشمس. بغيتو تصوبوها دابا انا نوريكم كيفاش ديروا ليها، راه تنشارك معكم الزيوت اللي كنصايب. دابا غنشدو هاد الزيت البلديه زيت العود، دابا غنشد الزيت البلدية ونخويها قرعة. بسم الله، عرفتو راه مزيانة يعني مساج ديروها مساج للحمكم يعني البلاصه اللي تتعقر بحال الكابي بحال، وعاوتاني كديروها ماسك للوجه راه ما تيخليش التجاعيد. تبارك الله راه زوينه، غديروها وغترحموا لي عليها الوالدين.
ما سال غنزيد الزيت صافي. دابا دابا عمرت القرعة الزيت صافي. غنسد القرعة مزيان دابا عمرت القرعة الزيت صافي. غنسد القرعة مزيان غنسد القرعة مزيان هكايا. خاصني نسدو القرعة متبقاش. دابا بعد ما سديت القرعة مزيان كنشد بحال هكايا فوطة، تشدو بحال هكايا شي فوطة كتلويو فيها القرعة. صافي دابا غنديرها في كوكوط وكنخليها طيب ساعة ونص. القرعة دابا بالماء هاهي حتى هنا شفتو. صافي دابا غنسد الكوكوط وندير الصفارة ونخليها طيب. صافي دابا كرهت سهرت معيطش مزيان. هداك خنكرهت فيه كعيا ديك الورقة لي تكون يعني فديخة. دابا كنشد غير هاد الورق، غير هاد الورق هذا اللي كيكون، كنحيد ليه العويدات. الزيت دابا درنا كيطيب. عندنا دابا جوج مكونات، كاين عندنا البيض بيضة وحدة وعندنا معيطشة. غنشد البيضة هادي بسم الله، غنديرو البيضة كاملة كلشي لي مغنحيدو فيها حتى شي حاجة. غنشد هاد العيطشة غنزيدها عليها صافي، وغنطحنهم إن شاء الله، وغنديرهم ماسك الوجهين. يعني كديري ماسك راه عرفتو راه تبارك الله راه زوين. صافي دابا غنطحن هاد المعيطشة والبيضة. صافي دابا غنطحنو هاد المكونات. صافي دابا طحنت هاد المعيطشة بسم الله. دابا درنا جوج مكونات هنا، درنا بيضة كاملة بالصفة ديالها بالبيض، ودرنا معيطشة راه وريتكم شحال درت يعني غير شوية. صافي دابا غنشدها ونديرها ماسك بحال هكا. دابا نحيت القرعة من الماء هي هذه، هي تبارك الله مازال كتغلي.
تبارك الله، راه الزيت ديالها زوين. نحيتها بقى صفونه، فرشت لها هاد الفوطه وحطيتها فوقها، مازال من فوقها هنايا هاد الغلاقه، ملي كتبرد راه يعني كترجع عادي. هذا نحل القرعه، بغيت نحل نوريها لكم ملي بقى صفونه. الزيت ديالها راه مزيان، ديروه لوجهكم ما كيخليش تجاعيد، وعاوتاني ديروه هكا مساج تمسيو بيه البلاصه اللي كفيها كضركم في حركه بيكم بحال الظهر. مزيانه بزاف، مزيان هاد الزيت، مزيان الظهر، مزيان الركاب، مزيان ماسك. كنتمنى يعجبكم الزيت اللي شاركت معكم ديال معيشه. بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم هذا الزيت اللي شاركت معكم ديال معيشه.